سئل الحبيب عمر: نتعلم اليوم من أكثر من شيخ، وخاصة الإنترنت، فكيف نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة؟ وإذا وجد خلل في نظام التعليم في وقتنا الحاضر، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الوسائل للتعليم بحسن الخطاب وجميل الإلقاء وباستعمال الإشارة وبضرب الأمثال وبالمباشرة اليدوية واستعمال الحركة والوسائل التوضيحية، كلها جاءت في تعليمه عليه الصلاة والسلام، وهو خير معلم. ونذكر في هذا أن أعرابيا جاء يصلي مع سيدنا النبي، ما كان يعرف أحكام الصلاة تماما، فصدفة لما أحرم يصلي مع الناس، واحد من الناس عطس، فلما عطس قال الحمد لله، فهذا خاطبه فقال يرحمك الله، فلما قال هكذا تحجب الصحابة، ما في أحد يخاطب إنسان وهو في الصلاة، فرقبوا بعض الناس وقال وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، أشاروا إليه اسكت. سكت كمل الصلاة. قال فلما سلمنا قال النبي من المتكلم في صلاته؟ قالوا هذا يا رسول الله. قال تعال. قال فجيت إليه فبأبيه لقد وجدته خير معلم. قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي التلاوة والذكر والدعاء. تعلم وفهم ولا أمر أن يعيد الصلاة. ومن هنا قال الفقهاء يغفر للجاهل المعذور بجاهله أربع كلمات مسامح فيها، أن هذا تكلم كلمات وهو في الصلاة والنبي سامحه فيها وما أمر يعيد الصلاة. هذا أساليب تعليم. إذا علمنا ذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم الأساليب الطيبة والوسائل التعليمية. ونقول مجال التعليم العام في واقع الأمة اختلط به كثير من المفاسد وكثير من الشرور المتعمدة لبعض الناس. لا يمكن أن نذم التعليم على وجهه لأي علم ولأي مهنة ليس فيه ضرر على الإنسان وليس فيه شر ولا محرم في الشريعة، ولكن مما يجب أن نفقه أن مجالات التعليم أيضا اشتغل عليها فئات من الناس من الذين يحبون فساد الناس، وهذا أمر واقع في حياة البشر، أن الله يبتلي بعض الخلق بإرادة الضر بإرادة الإفساد للغير. ومن هنا دخل في وسائل التعليم كثير من الأشياء التي تحمل على التجهيل أو على التضليل أو على إفساد الفكر والعقل أو على الاستهزاء بالقيم والمبادئ أو بالأديان وما إلى ذلك. فنقول في مثل هذا الحال ونحن جزء من الواقع ومن المجتمع، نتدارك الأمر بربط أنفسنا وأولادنا بمجالس تعليم صافية، حتى ما وصلنا من الغش ووصل الأولاد في المجالات هذه يتصفى هنا ويتزكى، فنجعل لهم مجالس. وأعجبني في مثل سنغافورة بعض المساجد يخصصون مثل يوم السبت والأحد للتعليم للأولاد الذين يدرسون في المدارس طوال الأسبوع، في هذا اليوم يأخذون، فإذا أخذوا علم على طريقة صحيحة وآداب ومنهج فسيمحو كثيرا من الأضرار التي يمكن أن تلحق من الاختلاط بالغير وتارك التعليم الذي فيه الفساد. علينا واجب في هذا المضمار وواجب أمام الآباء والأمهات في كيفية التعليم. وما أقول التعليم مجرد تدريس في حصة ولا كتابة ولا كتب ولا سبورة، حديثنا في الدار تعليم، معاملتنا مع الأولاد تعليم، غسلنا للأطفال تعليم، إلباس الثياب للأولاد تعليم، الأمر الذي يدور بيننا وسط البيت، فكله نحتاج نحسن التعليم به.
نحسن التعليم فيه ونؤديه. ولهذا يقولون فعل واحد يؤثر في ألف أحسن مما يؤثر ألف قول في واحد. الفعل الواحد يؤثر في ألف نفر أحسن مما يؤثر الألف القول في فعل واحد من دون فعل، في نفر واحد من دون فعل.